تحكم ودافع عن رأيك والكل سامع، قل لنا الأضرار وطبعا قل لنا ايه المنافع وابن رأيك عالدليل، قل لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي، ايه تحدي. تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ولقاء يجمعنا سويا في التحدي كما تعودنا فيه. مشاهدينا الكرام، نناقش ونتابع أهم وأجر القضايا المطروحة على الصحة المصرية. النهاردة الحقيقة هنتكلم مع حضراتكم عن السياحة المصرية، أين هي الآن الفترة اللي فاتت، والآن تحديدا ما بعد ما قيل الفترة اللي فاتت عن وضع السياحة والتردي الذي حدث الفترة الحقيقة، ومحاولات جادة من وزارة السياحة ومن المعنيين بالسياحة المصرية أن يحاولوا نشاط السياحة. الحاجة الثانية أن البعض بيقرن طبعا الخمور والسياحة والفنادق ما بين المشروعية وما بين الحلية والحرمانية، وده هنتكلم عليه أيضا. بعض الشباب كان وما زال بيقول لا أشتغل في فندق ليه، ما في أماكن تانية أحسن، أشتغل في السياحة ليه، طب ما واحد تاني يقول مضطر، طب ما هو أنا خريج سياحة وفنادق، طب ما ده عملي. الحقيقة أسئلة كتيرة جدا بتدور في أذهان الشباب الفترة اللي فاتت، الحقيقة هنتكلم عنها ما بين التأييد وما بين المعارضة مع ضيفينا الكريمين معنا ومعكم على الهواء مباشرة. السيد المحترم الأستاذ باسم حلقة، رئيس المجلس التأسيسي لنقابة السياحيين المهنيين، أهلا وسهلا. أهلا باسم بيك. منورنا. أهلا بيك. ومعنا أيضا في الجانب الآخر في التحدي فضيلة الشيخ والعالم الجليل فضيلة الشيخ محمد طاهر من علماء الأزهر الشريف، أهلا وسهلا الشيخ محمد. أهلا وسهلا بك وشهد المشاهدين. أهلا وسهلا. في البداية فضيلة الشيخ محمد، بعض الشباب كان وما زال بيقول لا يعني أنا أشتغل في فندق وبالتالي يعني خمور وبالتالي يعني أتعرض لأمور يعني فيها حرج وفيها جلب من الرزق غير الحلال في بيتي وانا بنشئ اسره جديده. البعض الاخر يقول لا طب انا مضطر، انا اشتغل فين ولا ايه؟ فهنا ما بين الحل والتحريم عاوزين نتكلم في هذا الموضوع. والله نفس السؤال، بسم الله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام. هو ده حكم السؤال دائما برضه عن البنوك فيها ربا وفيها كذا، لكن اللي احنا عايزين نقول للشباب كل رواتب الدولة، كل رواتب المؤسسات، راتب الأزهر زي الأوقاف زي بتاع الشرطة زي القضاء زي البنوك، كله من خزينة الدولة. كله منين؟ من خزينة الدولة. أما بقى اللي هو السؤال اللي هو يريح الشباب، في حاجة اسمه وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. العلماء بيقولوا إيه؟ هروح عند الأستاذ إبراهيم معاذ الله مثلا أو الأستاذ باسم أو أي واحد خلط مالا حراما وحلالا، قال لك مدام في نسبة من الحلال أروح أشتغل على أني عنده أو أكل من عنده أو متوظف عنده على أن أنا بقبض من الراتب الحلال ولا شأن لي بالحرام. مدام في جزء حلال وجزء حرام، أنا سواء زرت هذا الرجل اللي خلط عمل صالح أو عنده وظيفة عنده حرام وحلال، انا باخد على ان باخد من الحلال. انا راتبي يعني من اين اكتسبته؟ باخد من الحلال. وده كلام العلماء. ماليش دعوه بقى فلان مثلا شغال في ايه، بجاب ماله منين، انا شغال ايه، انا مالي من اين اكتسبته. وده رد فاصل وقاطع الحقيقه من فضيله الشيخ محمد طاهر لبعض الناس اللي هم بيحاولوا يتساءلوا كثيرا في هذه الاسئله في العمل في هذه الاماكن. الاستاذ باسم حلقه طبعا، وانت رئيس مجلس تاسيسي لنقابه السياحيين، يمكن طبعا اكيد تعرضتم لده، اكيد بعض الشباب بيبقى بيعمل في قطاع السياحه. اولا طمنا الاول على قطاع السياحه ايه الاخبار دلوقتي. لا هو الحقيقه طبعا ما فيش شك ان القطاع السياحي بيمر بازمه كبيره جدا خلال الفتره الماضيه، وازدادت الازمه بعد حادث الطائره الروسيه. لكن احب اطمن كل زمايلي وكل مواطنين مصر ان المرحله القادمه ان شاء الله هتكون افضل. يمكن احنا ضاع مننا الموسم الشتوي تماما بسبب حادث الطائرة، وكانت بتتواكب مع زيارة سيادة الرئيس في بريطانيا، حتى احنا بنستغرب من قرار بريطانيا بوقف رحلتها هي كمان لمصر. لكن خلال الفترة اللي فاتت تم تحركات كبيرة من سلطات الطيران المدني بمراجعة الإجراءات الأمنية. بالنسبة لنا احنا في القطاع السياحي بدأنا نتحرك ونتواصل مع أسواق سياحية كتيرة، والحمد لله لا يوجد حظر سفر من أي دولة في أوروبا
باستثناء روسيا وبريطانيا على الرحلات لمصر. وبالفعل احنا الحمد لله ما زلنا بنستقبل، يمكن رحلات مش كتيرة لكن بنستقبل رحلات شارتر ما زالت في شرم وفي الغردقة، ونجحنا في اننا نجيب رحلات من اليابان مباشرة الى الأقصر، ويعني القادم افضل ان شاء الله. ده من ناحية الاطمئنان بالنسبة للحركة السياحية. تمام. الصيف داخل وهيتبعه بعد كده الموسم الشتوي، فاعتقد بداية الحراك بتاعنا في الموسم الصيفي ده بالنسبة للسياحة الداخلية مع السياحة العربية، وبعديها ان شاء الله نرجع للموسم الشتوي اللي ما فيش دولة في العالم بتنافسنا سياحيا في الموسم الشتوي او تقدر انها تغطي على مصر يعني. طيب سائل بيسأل بيقول هو السماح بالخمور والميوهات والفنادق والموضوع ده، حضرتك طبعا ابتسمت وضحكت، هو ايه ما فيش بديل يعني؟ هو ليه دايما السياحة مرتبطة او العمل في هذه الاماكن مرتبطة؟ ده احد الشباب بيسأل ليه دايما مرتبط بهالامرين ده، معناها خمور، معناها ان انا ممكن اشتغل مثلا اقدم حاجات ديت، او ان انا حتى ممكن اخد بعض الاموال من هذه الامور يعني ما شابه ذلك. ترد حضرتك تقول له ايه؟ شوف يعني انا عايز بس نتفق ان السياحة شيء وقصة الخمور شيء اخر خالص. هناك اجانب غير مسلمين بيأتوا إلى مصر كسواح ولا يشربوا الخمر نهائي. لأن موضوع يعني ما فيش حد يختلف إن بالنسبة لنا احنا قاعدتنا كمسلمين إن الخمور حرام. تمام. ما فيش حد يختلف على ده. أنا النهاردة لما باجي بشتغل في السياحة وفضيلة الشيخ محمد أشار عمل صالح وعمل إيه يعني، فاحنا دايما فالحقيقة يعني احنا دايما ناخد الجزء الإيجابي. تمام. ها وخير الأمور دايما الوسط، وربنا خلقنا أمة وسط. مزبوط. أنا دلوقتي شغال في فندق، الفندق ده فيه مسلمين فيه غير مسلمين، فيه سواح فيه مصريين فيه من مختلف الأجناس والأطياف. بالظبط كده. مزبوط. أنا ما ينفعش أوقف واحد أمنع الباب وأقول له أنت الأول قول لي أنت بتشرب ولا ما بتشربش، انت جنسيتك ايه، يبقى انا ايه، ما ينفعش. وانا دوله مفتوحه على العالم وبلد مضيافه، واي حد يحب يزورني كسايح هو في النهايه ضيف، فليه الواجب وليه الاحترام لعقيدته وافكاره وثقافته. مظبوط. تمام. وفي نفس الوقت عليه ان يحترم عقيدتي وارائي وثقافتي كمجتمع مسلم. أيوة. وبناء عليه هنوضح بقى الحته اللي بنتكلم فيها. أيوة. انا لو عندي اجنبي، هذا الأجنبي بيشرب الخمر، فنقول له أنت حر اشرب خمرك في أوضتك. طيب كانوا مجموعة من الأجانب أصحابه فهيتجمعوا عشان يشربوا سوا، الغرفة نفسها ده موقف حدث بالفعل يعني. لا احنا بنتكلم بس عشان أقرب. طبعا. فكرة القصة جت ازاي. طيب بقى في عدد كبير جوه الأوضة، الأوضة مش هتقدر تكفيهم. أنا كأوتيل رحت جاي ركن من الاركان، جزء كده بعيد كده في الفندق، وسميته بار. واللي عايز يشرب يخش هذا المكان يشرب فيه. لكن ما ينفعش يخرج لي في اللوبي يشرب ولا يطلع على البسين ولا يتجول في الفندق ولا حتى يروح في اي مكان عام. تمام. وبالتالي انا حصرت هذا الموضوع في هذا المكان. طيب تمام. على النقطة دي بس اتفضل. مع حضرتك شيخ محمد، حضرتك كعالم من علماء الازهر الشريف، لو رحت هذا المكان قلت شيخ محمد، هل هتقعد وتكلم ومعاك مجموعة من أصدقائك أو مجموعة من العلماء، ولا هتستنكر الأمر وتقول لا مش هينفع أقعد في هذا المكان وتترك هذا المكان؟ بصراحة هو الموضوع شيق جدا، ويريد بس أخذ مساحة قد لخدر أستاذ باسم. فضل. احنا عندنا في مسلمين وغير مسلمين. تمام. وكأنا بقى كراجل متخصص في الدعوة، في حاجة اسمه المجتمع المدني تحت الدولة الإسلامية. المجتمع المدني ده فيه مسلمين وغير مسلمين. الإسلام يقول لنا إيه في المجتمع المدني اللي هو فيه مسلمين وغير مسلمين؟ بيسموهم أصحاب الذمة. غير مسلمين بجميع صنوفهم وضروبهم، سواء أهل كتاب أو غير أهل كتاب. قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم اتركوهم وما يدينون. خد بالك، خد بالك. السلام. اتركوهم. أيوة. وما يدينون. والكلام ده حتى بنشر ليه للشباب المثقف عشان يثقف. اقل كتاب في الفقه كتاب فقه السنه سيد سابق الله يفتح عليه رحمه الله عليه، في يقول اتركوهم وما يدينون، يقول لا تكسروا لهم صليبا.
ولا تقتلوا لهم خنزيرا ولا تريقوا لهم خمرا. سلام. ده في كتاب الفقه. ما احنا أيوة. أيوة. الامانه العلميه أيوة. احنا نقول اللي يرضي ربنا. مع ان انا جاي النهارده الاستاذ حمدي قال لي الموضوع عن الخمر ومشتقاتها الى اخره وانطلقنا منه. فهنا المجتمع اللي هو المدني تحت الدوله الاسلاميه قلنا فيه مسلمين وغير مسلمين. المسلمون نقول لهم سياتي زمان على الناس يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها. النهارده ما بيسموهاش خمره. صحيح. طيب والحديث من شرب الخمر شرب يوم القيامه من طينه الخبال. قال وما طينه الخبال يا رسول الله؟ قال عصاره او صديد اهل النار. ومن شرب الخمر من المسلمين في الدنيا حرمها الله عليه في الاخره، وإن أخذ جزاءه في جهنم ثم دخل الجنة لن يشربها في الجنة. ربنا قال فيها ذكر الخمر في القرآن. طيب تعليق على الحتة دي في الشيخ محمد. يعني حضرتك لو داخل فندق ولقيت في ركن الخمر لن تعلق؟ لو أنا ما هو لو لقيت مسلمين مسلم أأمره وأنهاه، أقول له جاء في البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم كل شراب مسكر حرام وكل مسكر خمر وكل خمر حرام. ده لو مسلم. صحيح. اما غير مسلمين انا عندي في بيقول اتركوهم وما يدينون، يشرب اللي يشربه ولا شأن ليه. دي المسلمين حاجه وغير المسلمين حاجه. وانا ان شاء الله عمري ما اروح الاماكن دي، لكن لو رحت اروح ابنيه الدعوه. يعني لو في اجتماع اللي مثلا مسلمين بيشربوا اقول لهم هذه حرام. هو ما فيش اجتماعات في علماء الدين في الفنادق؟ لا بيبقى مكان بعيد يعني. مش كنت لسه بتتكلم على الميوه والخمر والبتاع؟ ده لسه العلماء مش يروحوا للهنك والمنك والجبنه الفلامنكا. الكلام ده خطير. اه طيب استاذ باسل، طبعا اراك يعني تتبسم من كلام الشيخ محمد الحقيقه، ويمكن انت عايز تولعها. لا ابدا. لا ابدا. لا انا مسلم طبعا، وحد يختلف على الحلال والحرام؟ يمكن فضيله الشيخ محمد طبعا اتكلم من جانب شرعي مهم جدا الحقيقه، وده كان توضيح للشباب اللي بيحاولوا يسالوا. ومش عيب ان الشاب يسال، بس العيب ان ما حدش يرد عليه من العلماء، مش كده ولا ايه؟ ده صحيح. لكن هل واجهت بصراحه بعض الشباب يقول لحضرتك والله انا نفسي اعمل قطاع السياحه لانه قطاع مربح وما شابه ذلك؟ طبعا الفتره اللي فاتت دلوقتي انا عارف ان في كثير من الشباب لا ان شاء الله هيبقى مربح. لكن هذا الشاب اللي ساب مدينه من المدن الساحليه وجاب شنطته وراح طبعا فتح محل لان ما فيش شغل النهارده، وبعض الناس يقولوا له لا والله انت ربنا كرمك عشان انت سبت هذا المجال وحاول تشوف مجال تاني. اكيد بتشوف ده من الشباب، ابن حضرتك جارك بتاع يقول لك والله طب انا ليه، انا ربنا كرمني اشتغلت في قطاع بعيد عن هذا المجال لان في شبهه وما شبه ذلك. هل بتلاقي ده وانت رجل في الاوساط المدنيه وفي المجتمعيه بتلاقي عايش بين الناس بتسمعهم بتتحاور معاهم بتتكلم معاهم، هل ده موجود بين الاوساط بين الشباب ولا لا؟ شوف انا عايز اقول لحضرتك، كنا دايما بنقول مقوله خادم القوم سيدهم. وانا يعني انا طبعا ما عنديش يعني الفقه للعالم الجليل الشيخ محمد، لكن في حدود ما تعلمت من ديني ان احسن استقبال السايح او الضيف حتى لو جالي بيتي حتى لو كان في غير ملتي. تمام. طيب انا لما باجي اشتغل في السياحه دي يعني مجالات كتيره جدا. تمام. هو انا لما بطلع اتوبيس سياحي وواحد موظف طالع يستقبل الناس في المطار والناس دي ايا كان بقى دينهم او ايا كان بيشربوا او ما بيشربوش، هو ماله؟ هو مش رايح يجيب الناس من المطار يسكنهم في الفندق؟ تمام. دوره انتهى. طب ادي اللي بنسميه الـ 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 يعني الـ الـ الراجل اللي بيجيب الناس من المطار، الترانسفيرات اللي بنسميهم عندنا. تمام. طيب الفندق استقبلهم، الراجل اللي واقف بيستقبلهم وبيشوف جوازاتهم وبيشوف اوراقهم وبيسكنهم في الغرف وبيوزعهم، هو ده ايه الحرمانيه في اللي عملها الراجل ده اللي ارتكبها؟ يبقى اذا مفيش، انا في رايي الشخصي مفيش حرمانيه. تمام. طيب الراجل اللي الشيف اللي في المطبخ اللي طبخ لهم الاكل وحط لهم الاكل وبداوا ينزلوا من غرفهم عشان ياكلوا، ايه الحرمانيه اللي ارتكبها الشيف او بتاع المطبخ؟ ايوه. الراجل اللي بيكنس وينظف المكان في الفندق، اللي بيغسل الملايات،
الناس دي كلها فين الحرمانيه اللي طيب موجوده؟ اذا ترى وانت يعني استاذ باسم حلقه رئيس مجلس تاسيس النقابه الصحيين ان هذه المهن بتتربح وبتعمل وبتكد يعني عشان لقمه العيش. طيب شاب فضيله الشيخ محمد تعليقا على كلام الاستاذ باسم بعت رساله وبيقول تحديدا ما نصه ان ما هو في 12% بتوزع على الجميع، ده بيحصل بالمناسبه في طبعا عموله 12% خدمه، فبيسال بيقول انا 12% بسال بصراحه يعني السؤال ده من احد الشباب اللي كانوا شغالين في احد الفنادق والحقيقه وتركوها، فبيقول لما سالت في امر 12% في الشيخ محمد قال لقيتها بتيجي من كل ما هو كل اقسام الفندق في الفندق ده طبيعي. هنا فسالت احد العلماء فقال والله ال 12% ديت في الشيخ محمد تعتبر كده انت اشتركت في يعني في الخمور في جزء منها باللي بيجي من ارباح الخمور، رغم ان انت مش بتعمل في الخمور. السؤال كده بصراحه يا جماعه وانا بنقول منتهى الامانه والمصداقيه تمام، وعاوزين نوضح للشباب ويبقى رؤيه واضحه بالنسبه لهم في الشيخ محمد، فهل ال 12% اللي بياخدها من هنا ومن هنا في كل مكان في السياحه او في الفنادق هل هو كده ياثم في عليه حرمانيه؟ احنا قلنا في الاول بس الموضوع عايز ايضاح شويه. اتفضل. ال 12% احنا قلنا خلطوا عملا صالحا واخر سيئا، هل ال 12% دي تمثل الخمور فيها قد ايه؟ استاذ باسم يرد علينا بقى. يعني نسبة ضعيفة جدا. ضعيفة. بس في نسبة. ما ايوه في نسبة. في نسبة. احنا قلنا اللي بيعمل في الفندق او بيعمل في البنوك او الى غير ذلك انه هو على انه بياخذ من المال الحلال، لكن انا انصح به الشباب في مجال السياحة حتى لو اسال امام الله أيوة. اقول لهم لعن الله الخمره ولعن معها عشره، لعن الله الخمر ولعن شاربها. يبقى اللي بيشربها ده عنده لعنتين، لعنه الخمر ولعنه الايه الشرب. حديث صحيح طبعا. ايوه. ولعن حاملها والمحموله اليه ولعن عاصرها ومعتصريها ولعن اكل ثمنها. ايه اكل ثمنها؟ أيوة. لو كان شغال في خمره خالصه، في خمره ايه خالصه، لكن لا ننسى ان الله بنى ديننا على رفع المشقه والحرك. ده مجال سياحه. الخمره فيه تقريبا 2% ولا 3% ولا 5% 10%. لا لا ما توصلش الارقام، توصلش كده. احنا بنقول وقلنا في اول الحلقه في مسلمين وغير مسلمين. تمام. غير المسلمين النبي قال اتركوهم وما يدينون، هو جايب خمرته معاه يشربها. أيوة. هو يشيلها غيره يشيلها له. في غير مسلمين خلوهم يبقى هما في مجال الخمر، اما المسلمين أيوة. اقول له اعمل في مجال الطهي ومجال الاستعداد للنوم. صحيح. والاستقبال. تمام. وتمشي الدنيا ولا حرج، لكن الراتب لما ياخده مولانا في 12% جاي من الجميع يعم على الجميع. لا ده سؤال. شيء فيه على انه بياخده هو من الجزء الحلال، على انه الفندق 100% في حوالي 10% خمور عايزين نخلي دي لغير المسلمين، و 90% من الحلال على انه هو بياخد راتبه من الحلال. ليه؟ لأن الله بنى ديننا على رفع المشقة والحرج، قال وما جال عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والنبي قال يسروا ولا تعسروا، والحديث هلك المتنطعون، والمتنطع الذي يتشدد في غير موضع التشديد. ومش معنى ذلك إن أنا في هذا الجلسة وفي هذا المنبر إن أنا بحل الخمر، أنا بحذر المسلمين من شربها ومن أكل ثمنها ومن صنعها ومن حملها أو المحمولة إليه. أما غير المسلمين اتركوهم وما يدينون. ويا ريت يكون مسحنا أخونا الأستاذ باسم بتقوله مدير نقابة الصحيين أيوة. يعني بيتكلم كلام جميل جدا. يعني بيقول أنا الخمر حرام. يعني هو كمدير مثلا واحد في فندق نخلي غير المسلمين يبقى في الجزء بتاع الخمر، اما المسلمون يعملون فيما احل الله ولا شيء ابدا، والدفه تمشي والمركبه تمشي ولا شيء خالص. طيب ويبقى سؤال الحلقه مشاهدينا الكرام، هل تؤيد اغلاق محلات الخمور ده في الجانب الاخر ام لا؟ ده سؤال لحضراتكم. وسؤال لحضرتك برضو استاذ باسم. شوف يعني احنا هنرجع تاني المحلات نفسها بعيدا عن الفنادق، يعني هل سكان مصر كلهم مسلمون؟ لا. إذن زي ما فضيلة الشيخ محمد قال هناك غير المسلمين اللي في عقيدتهم
سواء مسيحيين او غير مسيحيين. أيوة. عقيدتهم ان يشرب الخمر ومش شايف فيها اي لذنب ولا جاي وزر ولا اي تحذير منها. فيعني دي محلات هم نفسهم بيشتغلوا فيها وبيبيعوها. هو ليه البعض في شو محمد هنا بيقول حتى بعض العقائد السماويه الاخرى وبعض الشرائع لم تحلل؟ لا ده في المسيحيه. أيوة. في المسيحيه تحرم الخمر اهو وتحرم السكر في المسيحيه. اه تمام. ودي موجودة وقارئها قريب في كتب الفقه. ما هو الكتب قسمان مصنف ومسند. المصنف اللي على أبواب الفقه تمام. في المسيحية في باب الخمر وحد الخمر. المسيحية تحرم الخمر تمام. ولذلك علماء الاقتصاد يقولون القرش الواحد لما يصرف في المنفعة يدر الخير على الناس والبلد. والذي ينفق في الفساد ومن الخمر يجلب الوباء على الناس. مزبوط. وعلى البلد. مظبوط. الاستاذ باسم حضرتك طبعا يعني رئيس مجلس تاسيس النقابه الصحفيين، يمكن الصوره اللي فاتت طبعا هي عروض لبعض انواع الخمور، لكن عاوز انتقل للجانب الاخر بالنسبه بقى للسياحه الشاطئيه وما بيحصل فيها او ما يحدث فيها احيانا. برضه حضرتك طبعا ابتسامه لا تفارق وجهك، هذا امر طيب. احد الشباب كان بعت رساله وبيقول تحديدا انا عملت في احد الاماكن السياحيه المعروفه طبعا، وبيقول لقيت فيها الحقيقه الميوهات واللبس اللي هو الخليعه وما شابه ذلك. انا مش عارف، كنت كشاب مسلم يعني ملتزم، حاولت ان انا اتحكم في نفسي وفي غرائزي وفي شهواتي وما شابه ذلك، لدرجه ان انا كنت خلاص كدت ان انا اترك المجال واروح اعمل في مجال اخر. لكن هل انا كده يعني لو سبت الشغل انا للاسف الصبح هتحرم الراتب بتاعي وانا فاتح بيت، بتقابل نوعيه من هذا الشباب ولا لا؟ شوف، اولا خلينا يعني نتفق، اي سايح بيجي بلاش كلمه سايح، اي غريب بيجي وعايز ينام في حته، من هو البديل لبيته؟ الفندق. تمام، مش كده؟ ايوه. يبقى اصبح انا زي ما باخد حريتي في بيتي انا بدفع ثمن الغرفه اللي انا البيت الجديد اللي انا مقيم فيه مؤقتا ليله ليلتين ثلاثه، ده بيتي. طيب. نمره اتنين، انا في هذا البيت هل هو مكان عام، الفندق ده مكان عام ولا مكان خاص يمتلكه شركه او اداره او مكان عام؟ لا، مكان مش عام، يعتبر مكان خاص بيملكه اداره للفندق. المكان العام اللي تملكه الدوله، انا في الشارع، انا في مكان عام في وسط الناس، لكن ده مكان خاص، فندق خاص، قرية مقفولة على نفسها سياحية فيها بتستضيف الأجانب. طيب أنا راجل سايح أجنبي ومعايا زوجتي وزوجتي هتنزل البحر. طبعا. ولبست المايوه. هنا السؤال بقى، هل هي خرجت للشارع بره ولا هي نازلة في الشاطئ الخاص بتاع هذا الفندق؟ هو ده السؤال. الصورة قدامنا على فكرة باسم بيبت، يعني آدي أحد محلات الخمور بالنسبة، وقدامها يعني تهيألي كان احتفاليه بقى يعني، فزحام شديد طبعا على هذه المحلات وتكالب رهيب. نكمل مع حضرتك، لكن حضرتك بتقول ان الفندق ده يعتبر مكان خاص وبالتالي في حريه يعني تتنقل. هي طالما 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 حريه في اللبس وما شابه ذلك ايضا. لا، هي جايه بلبسها بعقدتها، زي ما بتنزل البحر في بلدها بتيجي تتمتع بالشمس او الجو اللي موجود عندك وجوه الفندق او جوه القريه بتاعتك. انا النهارده يعني بديل بيته فخلاص، وهي معاها زي ما بنسميه محرم. محرم مين؟ ما هو جوزها. طيب. صديقها. وناخد اتصال. استاذ عبد المنعم، السلام عليكم ورحمه الله. اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك. ازي حضرتك يا استاذ ابراهيم؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، اتفضل. والله حضرتك بالنسبه للاستاذ اللي هو بيتكلم على حضرتك، بالنسبه اللي هنا في مصر ما فيش شط العراه، هو حضرته يعني نسي شرم الشيخ، وفي اصلا شط عراه مفتوح جديد ما كملش شهر في مرسى مطروح. في مرسى مطروح؟ اه حضرتك، وهو ممكن يكون عارفه. يعني اتكلمنا عن حاجه كده، احنا اصلا ما اتكلمناش عن هو عارف منين الكلام ده اصلا. يعني اصلا ما اتكلمناش حضرتك. انا شغال في السياحه يا استاذ. ايوه. طيب. بس احنا اتكلمناش في الحلقه عن الموضوع ده خالص. حضرتك بتكلم على العراه ومش عارف ايه ودلوقتي. لا، ما حدش جاب عراه خالص. وحضرتك بالنسبه للخمور، هو مال حضرتك؟ بالنسبه للخمور يا استاذ، ما الخمور حرام حاليا دلوقتي في مصر، عرض وطلب، في ناس ما بتستغناش عنها. شكرا حبيبي، اشكرك استاذ عبد المنعم، شكرا لهذا السؤال.
عموما لكن ايه موضوع مرسى مطروح؟ انا ما اعرفش يعني هل المدعي البني البينه. طيب فضيله الشيخ محمد ردك على سؤال المتصل الكريم. والله انا عايز بنستغل هذا المنبر وعايز الاول اناشد الامه الاسلاميه انه يلحق بالخمر اللي هو كله مسكر خمر وكل خمر حرام يلحق بها الحشيش الافيون هي المخدرات بجميع صنوفها وضروبها. هتنكد عليه فضيله الشيخ ده اجماع العلماء. بس الدوله الحقيقه بتحاول بدايه ان هي تحارب الاماكن دي. حديث رواه الامام البخاري رضي الله عنه كل شراب مسكر حرام، فقال لك يلحق بالخمور جميع المخدرات، مخدرات سواء حشيش افيون هيروين كوكاكين موكين الادويه اللي هي اللي بتلي بها الشباب البرشيم ديت اللي هي الترامادول الى غيره. فالخمور تشمل السائل والجامد، عشان دي نصيحه للامه الاسلاميه. انا ما تركتش بيت وجيت، انا عايز اقدم نصيحه للامه يلحق بالخمور كل المخدرات. ايوه ده اجماع اهل العلم، فهي حرام حرام حكم حكم الخمر. اما بالنسبه للشواطئ والعري، انا كراجل دين اقول الرجل عورته المخمنة السرة الى الركبتين والمغلظة حلقة الدبر والقبل، هذا الرجل. اما المرأة ثيابها، المرأة كلها عورة الا الوجه والكفين، وثيابها لا يصف ولا يشف ولا يكشف. ايه اللي يودي المسلمة بين العراة؟ خليني ميت، ما احنا مالنا مال العراه. يعني اعرف حد راح زياره بالمناسبه، ده احنا بنطبل في المطبل، رجع انفصل عن بعض بسبب زياره لهذه الاماكن بالمناسبه. يعني قال لها شايفه ادي الستات ولا بلاش، يعني للاسف الشديد يعني. وطبعا كان في مقارنات هنا حصلت، في فرق بين الحره وغير الحره. المراه الحره لا يرى منها شيء الا الوجه والكفين، ده ربنا قال ولا تبرجنا تبرج الجاهليه الاولى. كانوا بيعملوا ايه؟ كان تبين قصه بسيطه كده. وانت ايه اللي يوديك شاطئ العراه؟ ما اتركه لاصحاب العراه، انت مالك من العراه؟ صحيح. احنا بنطبل في المطبل، وبعدين ده علم لا ينفع وجهل لا يضر. انت كمسلم انت تاخد زوجتك وتروح للعراه ليه؟ وترمي نفسك في الفتنه ليه؟ اتركه لغير المسلمين، هم غير مسلمين جايين عندهم لا حرمه لابدانهم عراه. تمام. احنا مالنا وما انت ايه وديك؟ صحيح الله يكرمك يا فضيله لكن الشيء. الشاطئ اللي اتكلم عليها الاستاذ عبد المنعم المتصل الكريم، هل دي فعلا موجوده في مصر؟ يعني لا نهائي نهائي يا فندم. نهائي ما فيش يعني لا في شواطئ عراء ولا في، يعني دي كلها اكاذيب وادعاءات. ما تنساش برضو ان دوله اسلاميه، يعني مصر دوله اسلاميه ودوله الازهر، ولا يمكن ان يسمح بمثل هذا في السياحه او غير السياحه. وما تنساش حضرتك ان في ما يسمى بوليس الاداب اللي بيجابه الاعمال المنافيه للاداب، سواء حتى في الكازينوهات اللي بتبقى موجوده، اذا كانت رقصت برقصه مش كويسه او ظهرت برقص مش كويس حتى داخل الشاطئ. يبقى يعني لا انا بتكلم اذا كانت الدوله عامله مخصصه شرطه لمكافحه ده، وحضرتك بتسمع ان بيتم القبض على اللي حتى في، فبالتالي يعني دوله عندها شرطه بده تسمح ان يبقى عندها شاطئ للعراه؟ يعني اعتقد ده كلام مش منطقي. طبعًا. خالص يعني. طيب وده يخلينا اسال حضرتك الاستاذ باسم الحقيقه، يمكن على موضوع السياحه الداخليه والصيف طبعا قادم والاجازات وما شابه ذلك، هل في فكره لتطوير بقى، خلينا نتكلم في الجانب الايجابي، يعني هل في فكره لتطوير تنشيط السياحه الداخليه وما شابه ذلك ولا لا؟ وضعين خطط ولا لسه الموضوع ماشي بشيء من العشوائيه زي ما كنا بنتكلم قبل كده في حلقات ان احنا عاوزين لا نعمل في جزر منعزله ويبقى في حلقات تواصل بين وزاره السياحه وبين التربيه والتعليم بين الاثار بين الثقافه عشان تنشيط السياحه الداخليه؟ انا بدايه انا يعني من خلال اجتماعنا ده انا بقول لكل شباب مصر وزاره الشباب مع وزاره السياحه هناك بروتوكول موقع، وبيتم رحله للشباب لشرم الشيخ لمده 4 ايام 3 ليالي ب 150 جنيه اقامه كامله بالاكل والشرب والانتقالات. 150 جنيه؟ 150 جنيه الفرد. وما زالت شغاله حتى الان ده مدة، وعلى مراكز واحد. الشباب انها تبتدي تجمع مجموعات من ولادنا المصريين الشباب ويبتدوا يتوجهوا ويعملوا كشوف بالاسامي ويبتدوا يتفاعلوا مع وزاره الشباب والرياضه في هذا الموضوع. ادي حاجه للتنشيط. كويس. فرق الفلوس بتدفعوا السياحه. اللي عاوز يتقدم يتقدم فين؟ يقدم استمارات مثلا بيبقى في وزاره الشباب والرياضه. في وزاره الشباب والرياضه. على مستوى الجمهوريه. على مستوى الجمهوريه بتبقى في اي اماكن؟ لا
لغايه مراكز الشباب يعني. هي ده الملتقى بتاع الشباب. في انا اسكندرية، عايز الشباب في، في اي حته في مصر. 150 جنيه فقط، 150 جنيه الرحله دي. كام يوم واحد؟ لا ده 4 ايام 3 ليالي، 150 جنيه اقامه كامله. فيعني عايز اقول في كمان مبادره مصر في قلوبنا، وبالتالي بيتم دعم كل مصري بيبتدي يتحرك فيها بحوالي 500 جنيه من السياحه. تمام. دي كلها حاجات محفزات للسياحه في مصر. اللي احنا عايزين نقوله بقى ان الصيف داخل. نصيحه لكل زمايلي واولادي المصريين، اعملوا رحلاتكم جماعيه. روحوا لشركه سياحه هي اللي تنظم لكم الرحله. هتبقى ارخص ومنظمه، هتبقى ارخص مش اغلى. مش ان شركه السياحه هي الوسيطه. تمام. بالك يا شيخ محمد. أيوة. لان بيقول لك انا اشيل الوسيط من النص عشان اصله هياخد عموله. بالعكس. ده انت لما تروح لوحدك للفندق هتاخد بسعر اغلى من ان شركه سياحه تروح لك. وده الفرق اللي ما بين فكر المصريين وفكر الاجانب. الاجانب بيتحركوا كمجموعات فبياخدوا باسعار رخيصه. تمام. فانا عايز كمان زمايلي واهلي المصريين يتحركوا بنفس الفكر. شركه السياحه هترتب لهم كل حاجه وهيبقى مرتاح. فدي مهمه جدا واحنا داخلين على فتره الصيف. عايز اقول بقى ان مصر مش بس اسكندريه وراس البر ولا مرسى مطروح ولا شرم الشيخ ولا الغردقه. مصر فيها مرسى علم، فيها القصير، فيها سفاجه، فيها راس سدر، فيها العين السخنه. يعني مصر مليانه مدن جديده نقدر ندخلها في اجندتنا وفي لو تم استثمارها استثمار امثل. طبعا يعني انا يعني انا ما ينفعش كل سنه اروح اسكندريه. طب ما اجرب مره شرم. تمام. جربت شرم، طب ما اجرب مره مكان تاني. وهكذا. فاحنا طبعا ده يخلينا اسال الحقيقه سؤال بيثيرني، وهو فضيل الشيخ محمد، ليه ما يبقاش في قوافل دعوية في هذه الأماكن؟ هل ده ممكن ولا؟ ما فيش معايا. لو في قوافل دعوية أنا مستعد نطلع مع الشباب. نتشرف بيك. وأقول للشباب لا ننسى أن الخمر أم الخبائث، أم الفواحش، أكبر الكبائر، وسميت خمر لأنها تخمر العقل أي تسطره، وإذا شربها الرجل خرج من إنسانيته إلى حيوانيته، بأصبح من إنسان إلى حيوان، فيقع على المحارم. ولسه قريب من يومين ثلاثة جاي لنا سؤال، زوج مخمور جاء مع بناته الثلاث، لا حول ولا قوة إلا بالله. وده كلام أهل العلم، ده كلام القرآن. فقال لك الخمرة أم الخبائث، أم الفواحش، أكبر الكبائر. أكبر الإيه؟ الكبائر. إذا شربها الإنسان خرج على طول من إنسانيته. ما هي الخمر ليه بتخمر من الخمار؟ تخمر عقل أي تسطره. فأنا بقول للشباب، أنا دلوقتي بخاطب الشباب اللي هيروح السياحة لنداء الأستاذ باسم، اوعى تقترب من الخمر. ولو لقيت حد بيشرب خمر اوعى تقترب منها او تنظر اليه، مع انه حد ما حدش هو الناس لا تشتري بيبسي لما يشتروا خمره. صحيح. لكن بنقول ان رايتها اوعى تشربها او تقترب منها، لان هي ام الخبائث وام الفواحش واكبر الكبائر. وجاء في الحديث الصحيح رجل عابد من بني اسرائيل خير بين شرب الخمر وبين قتل الغلام وبين ارتكاب الفاحشه، فاختار الخمر. شرب ظلم الخمر منه، يعني ان هي اسهلهم يعني. قال ان هي اسهلهم، فشرب الخمر فسترت عقله. قتل الغلام وارتكب الفاحشه. لكن حضرتك ما جاوبتش على سؤالي، لو في قافله بيتنزلها شركه سياحيه وحضرتك علماء كرام تروحوا؟ انا بما اني كنت امام الازهر سابقا، حتى لو في حتى لو في مايوهات يا مولانا. لا ما هو خد بالك، اصل ما حدش استحاله. بص احنا قلنا الناس قسمان، مسلمون وغير مسلمين، صح؟ تمام. غير المسلمين الاسلام بيقول لي اتركوهم وما يدينون. لا شأن لي بيه. أيوة. عريان ملطة ما لناش دعوة بيه، يشرب خمرة، يأكل خنزير. طيب. والنص بيقول كده اهو. أيوة. لا تقتلوا لهم خنزيرا. أيوة. ولا تكسروا لهم صليبا. تمام. ولا تريقوا لهم خمرا، يعني تدلق لهم خمرا. ده غير المسلمين. تمام تمام. ويا ريت تعمل حلقه في سوره اسمها سوره الممتحنه او الممتحنه، اسم مفعول او اسم فاعل. تمام. دي بترتب الدوله المدنيه تحت الدوله الاسلاميه اللي ربنا قال فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم
إن الله يحب المقسطين. أنا بقول الكلام ده ليه؟ ممكن يستمع لي الآن متحنصص متحزلك متفزلك مثقف دينيا يقول لك ده أبو الشيخ الأزهر بتاع العمة بيبيح السياحة ويبيع الخمر ويبيع البتاع. لا ده النهاردة الأمة الإسلامية اللي 2 مليار في أحوج ما تكن إلى أن تتعرف على هذا الدين صحيح الذي بناه الله تعالى على نعم. رفع المشقة والحرج. تمام بارك الله فيك. ويمكن نعم. يبقى السؤال الأخير في كلمتين وبس أستاذ باسم، ما هي المشروعات السياحية القادمة؟ إحنا الحقيقة بنجهز لأفكار جديدة خاصة بالسياحة العلاجية. بنحاول نفتح في مجالات في رحلات كروزات ما بين شرم إلى بورسعيد عبر قناة السويس الجديدة. بنحاول نشوف فتح مطارات جديدة خاصة في رأس سدر ويبتدي نحرك مدن جديدة. يعني الحقيقة في حركة في محور قناة السويس، يعني شغالين في استثمارات سياحية كبيرة جدا في الفترة اللي جاية إن شاء الله. تمام، نورتنا أستاذ باسم حلقة ليك. رئيس مجلس تأسيس نقابة الصحيين، شكرا جزيلا على تشريفك لنا، وأشكر شكرا جزيلا باسمكم مشاهدينا الكرام فضيلة الشيخ والعالم الجليل الشيخ محمد طاهر من علماء الأزهر الشريف، نورتنا وشرفتنا، شكرا جزيلا لكم، نورتونا وشرفتونا. وهذا كان لقاؤنا، وأعتقد كانت أسئلة كل الشباب اللي سألوها ردها كان يعني متهيألي صريح جدا من الشيخ محمد طاهر والأستاذ باسم، حلقة على كل ما كان يجوب بخاطركم من أسئلة. تحية لكم مشاهدينا الكرام، وأرجو لكم جميعا أوقاتا تغمرها بهجة الإيمان وروعة المحبة والسلام. شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. التحدي قوم دافع عن رأيك والكل سامع، قول لنا التحدي التحدي قوم